فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يسكتون ولا يبينون بعض أخطاء أتباع المناهج التي سلكت مسلكا غير مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل من سكت عن ذلك يدخل في قوله الذي يدخل في الكاتمين لما أنزل الله؟ نعم، لا بد يبين لكل مخطئ، سواء خطأ الشرك أو خطأ غير الشرك أو خطأ المعاصي، أو لازم يبين لهم. فإن سكته يقدر على البيان فهو كاتم للعلم. نعم، أو خطأ المناهج. نعم.